المخصصة، القاعة الكبيرة بقصر المؤتمرات المخصصة لاحتضان هذا الحفل، حفل جائزة رئيس الجمهورية لحفظ وفهم المتون المحضرية. إذا رئيس الجمهورية أخذ مكانه بين معالي الوزير الأول ومعالي وزير الشؤون الإسلامية. إذا نتابع هذا النقل. معالي الوزراء، أصحاب السعادة السفراء، أصحاب الفضيلة العلماء، أيها الجمع الكريم، تتشرف البلاد اليوم بهذا الحدث العلمي الهام في تاريخها الذي يتكرر للمرة الثانية على التوالي، وحدث الاحتفاء بعهود الوطن وأيامه المشرقات، حدث الاحتفاء بأصحاب العلم والقلم، بأصحاب المتون التي هي محتوى ما يتعبد الله به في هذه الأرض وفي غيرها من البلاد، المتون التي هي بالإضافة إلى جانبها التعبدي هنالك جانب ذوقي جمالي طالما شحذ أصحاب النفوس الأبية وأصحاب القلوب الصافية في هذه الأرض. فمرحبا بالجميع على مائدة جائزة فخامة رئيس الجمهورية لحفظ وفهم المتون المحضرية. في مبتدأ الحفل ندعو قارئنا المفضال الناجي واللبلال ليعطر هذا الجو ويباركه بآيات من الذكر الحكيم، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير.
بصير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. هذه الجائزة التي تعد فتحاً مبيناً في عالم التعليم الأصلي في البلاد الذي كانت بصمة البلاد فيه بصمة مشهودة ومشهود لها بالفرادة والتميز في هذه البلاد وفي أصقاع العالم، لا بد أن نعرف عنها بعض ما ينبغي أن نعرف، فإلى فيلم تعريفي بهذه الجائزة. طبعاً فيلم قصير. وجه فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني بإنشاء جائزة رئيس الجمهورية لحفظ وفهم المتون المحضرية تشجيعا ودعما لطلاب المحاضر على الفرادة والتميز وحفاظا على خصوصية البلد وتميزه في مجال التعليم المحضري واستدامة منهج طلاب المحضرة في حفظ وتدريس المتون بما يضمن استمرار الألق الثقافي والإشعاع العلمي للبلاد الذي تعتبر الموسوعية أساسه المكين، إضافة إلى السعي لاكتشاف القدرات العلمية الشابة التي هي كنز ثمين تحتاجه الأمة للحفاظ على إشعاعها الديني وأمنها الروحي. تشجيع حفظ المتون المحضرية عن طريق إنشاء جائزة باسم فخامة رئيس الجمهورية لحفظ وفهم النصوص المحضرية، وهذه أعتقد أنها من أهم الأهداف، لأن هذا الهدف إذا يعود طلاب المحاضر اللي عندهم تشجيع جائزة سنوية معتبرة بقيمة ملايين للفائز الأول وللثاني وللثالث، فقط مطلوب منهم حفظ النصوص وضبطها، هذا اللي عنه يقدر يعيد البلاد ألقها وألق محاضرها وتاريخها
موضوعات الجائزة أكاديمية متخصصة في المتون الكبرى المتعلقة بشتى ميادين العلوم الشرعية واللغوية، والتي تشمل القرآن وعلومه والحديث والمصطلح والفقه وأصوله وقواعده والسيرة النبوية واللغة العربية وعلومها وأدابها والبلاغة والمنطق. أود أن أتحدث عن أهمية هذه الجائزة من زاوية أساسية، وهي خصوصية هذا البلد. هذه الخصوصية التي تعتمد على مدرسة ظهور العيس التي هي المحضرة. من هنا تأتي أهمية هذه الجائزة، لأنه لا ينبغي أن نعيش على الكسب الظرفي لأوائلنا وأجدادنا، فلا بد أن نجدد ونواصل المسيرة. كما قال الشاعر: وخير الناس ذو حسب قديم أقام لنفسه حسبا جديدا، تراه يدعى في الناس فخرا تقيم له مكارمه الشهود. هذه جائزة رئيس الجمهورية هي التي تبرز لنا اهتمام السيد الرئيس بالتراث الموريتاني المحضرة، وهذه المحضرة هي التي رفعت موريتانيا قبل الاستقلال وإلى يومنا هذا. فالاهتمام بهذه التراث اهتمام بالوطن وبالدين وبالتالي وباللغة العربية، لأن هذا حفظت الموريتانيا ولدول الإسلام ولدول العربية تراثا كبيرا. إذن فنشكره على هذه الجائزة ونقول له شكرا 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 له. وهذا شهد لرئيس الجمهورية محمد الشيخ العثماني، يذكر ويشكر، ونذكره بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذه السنة فيما نرى أول من سنها هو هذا الرئيس، فنشكره عليها. وهيئة العلماء تثمن هذه اللفتة الكريمة وهذه الجائزة الكريمة، وتحث على مواصلتها ومواصلة الجهود فيها، فهي تحفز الطلاب الشباب إلى العودة إلى المحضرة وحفظ هذا التراث الإسلامي العريق. قرت عيني بخبر مفرح ونبأ مبهج، ألا وهو خبر مسابقة على مستوى تلك البلدة المباركة، على مستوى موريتانيا، مسابقة في المتون المحضرية حفظا وفهما رواية ودراية. ونحن هنا في المدينة المنورة، إذا ذكرت لنا المتون وحفظها والتفرغ لدراستها، يلوح أمامنا ذلك النموذج المشرق، ألا وهو نموذج المحاضر الموريتانية. تنظم المسابقة وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالتنسيق مع هيئة العلماء الموريتانيين وفقا لأحدث وسائل الضبط والإحكام والشفافية المعتمدة في الامتحانات الحديثة، وتصححها نخبة من كبار علماء البلد، وتصدر عنها مجلة الإشعاع المحضري، المجلة العلمية الثقافية التي تستقطب أقلام العلماء والباحثين في مختلف القضايا والدراسات المتعلقة بالمحضرة، صاحبة المنة الحضارية الكبرى على هذا البلد. إلى فرسان السباق، إلى الذين يصدق فيهم قول ممول عبد الحميد: لبيت خباء قد تلاشت حباله وأوصاله، بال الجوانب طامس طويل القراي الفرماد مفرقا بحافاته، منه جديد ودارس به فتية شم الأنوف أماجد، لهم همم قصوى كرام أشاوس، يناضل بعض القوم بعضا فيمتري فتفتح من بعد الجدال القوامس، أقيم به عاما وعاما وثالثا وعاما له عام الترحل خامس، أحب إلينا من خباء لطفلة كعوب لعوب ما لها فيه حارس. إلى الفائز الأول الشيخ سيد أحمد والمحمد البيباء، فليتفضل لإلقاء كلمته، كلمة الفائزين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فخامة رئيس الجمهورية، معالي الوزير الأول، معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، أصحاب المعالي الوزراء، أصحاب الفضيلة العلماء، أصحاب السعادة السفراء، السلام عليك أيها الجمع الكريم سلام إجلال وتعظيم في مقام احتفال وتكريم. أهلاً وسهلاً بجميع الحضور، وألف سرور وحبور. بعد الشكر لله تعالى مستحق الحمد ومنتهى القصد، نشكركم فخامة رئيس الجمهورية شكراً يناسب هذا المقام وما أبديتم من اعتزاز بنا واهتمام. شكراً لكم باسم كل مشارك ومحب لعلوم اللغة والشرع، شكراً لكم باسم المحاضر والمعاهد، وخصوصاً تلك التي تلقينا فيها الفوائد وقلدتنا من منحها وعطاياها أحسن القلائل. شكراً للجميع بما يناسب من مدح وثناء، مكتفياً بذلك عن سرد الأسماء. فخامة رئيس الجمهورية، لقد سلكتم سواء نهج قويم ووضعتم أساس مجد عظيم، وذلك بتذليلكم لطريق العلم وتحفيزكم على الحفظ والفهم بهذه المسابقة العظيمة وهذه اللفتة الكريمة، وبهذا نلتم فضيلة نشر العلم وأحييتم روح الاجتهاد والجد وسننتم سنة حسنة في التعليم عن بعد. فكل طالب علم يصبو إلى هذا المقام ويحاول أن يثبت فيه الأقدام ويكون فيه من أهل الزحام، فأصبح بابكم كما قال حسان رضي الله عنه: يزدحم الناس على بابه والمنهل العذب كثير الزحام. ولا شك أنكم بهذا التصرف تبعدون الناس عن الغلو والتطرف، فالعلم أفضل دليل على الاعتدال وخير قائد إلى الامتثال. فهذه لفتة كريمة إلى المحاضر وربط للماضي بالحاضر، فقد كان لبلدنا تاريخ علمي مشرف مشرق نلنا به الشهرة في المغرب والمشرق، وما نلنا ذلك إلا بفضل الله ثم بفضل العلم والسبق في الحفظ والفهم. فجاءت هذه المسابقة صلة لتلك الأرحام الماضية وهمزة وصل للأجيال الآتية، وقد أخذت من كل فن بطرف واعترف لها بذلك أهل الشرف. ففيها من دوحة القرآن فنون وأفنان، وفيها من الحديث والسيرة رياض وينابيع غزيرة، وفيها من المعقول والمنقول ما يكفي ويشفي من الفقه والأصول، ومن النحو والمنطق والبيان ما يستقيم به العقل واللسان، ومن اللغة والأشعار والآداب ما يستجاد ويستطاب. وقد نظمت في أحسن الظروف، وهذا مشهود معروف. وفي مقام التعظيم والتقدير لهذا الحفل الكبير قلت القصيدة التالية، وهي بعنوان سفارة العلم: نلنا المعارف أقصانا وأدنانا، وقادنا العلم للعلياء وأدنانا، نلنا بشنقيط ما قد كان أسعدنا من العلوم وأعلانا وأغلانا، غنت حمائمنا بالعلم ساجعة ورددته على الأفنان ألحانا، وأرضعتنا ثدي العلم مطعمة شتى المعارف ألوانا فألوانا، شتى المعارف أسدتها محاضرنا فقها ونحوا وتوحيدا وقرآنا. سفارة العلم، سفارة العلم شدناها بموطننا، فصار موطننا للعلم عنوانا، فكل قطر من الدنيا يقر لنا أنا بعلم الهدى الأعلون بنيانا، فكل قطر من الدنيا يقر لنا أنا بعلم الهدى الأعلون بنيانا، هذه مدائننا تحكي التراث لنا، هذه مدائننا تحكي التراث لنا، فسل ولاتة أو سل عنه وادانا، وسل تشيت وسل عنه معاهدنا، سل المحاضر أزمانا فأزمانا.
سل المحاضر أزمانا فأزمانا تخبرك عن قدم في العلم راسخة حفظا وفهما وتلقينا وإتقانا تخبرك عن وطن ظلت معارفه فخرا وذخرا لنا شيبا وشبانا في كل قطر لنا علم يشاد به في كل قطر لنا علم يشاد به ولا نسال على ما قيل برهانا عمائم العلم في شنقيطة بارزة على رؤوس بني شنقيطة تيجانا عمائم العلم في شنقيطة بارزة على رؤوس بني شنقيطة تيجانا نرمي الجواهر إن حزنا جواهرها نرمي الجواهر إن حزنا جواهرها علما وحلما وإيمانا وإحسانا فالعلم نور به ازدانت أوائلنا وظل آخرنا بالعلم مزدانا رغم البداوة ظل العلم شيمتنا رغم البداوة ظل العلم شيمتنا وظل أقرأنا للعلم أقرانا بين القراءة فينا والقراء نسب بين القراءة فينا والقراء نسب ولست تلفي لنا في ذين أقرانا وذي المسابقة الغراء مفخرة وبالمسابقة الغزوان أغرانا وذي المسابقة الغراء مفخرة وبالمسابقة الغزوان أغرانا أغرت جوائزه الكبرى وشاد بها للمجد والعلم والعلياء أركانا أغرت جوائزه الكبرى وشاد بها للمجد والعلم والعلياء أركانا لاغر وإن صار قفر العلم بستانا فالله يكلؤكم والله يكرمكم والله يوسعكم فضلا وإحسانا فالله يكلؤكم والله يكرمكم والله يوسعكم فضلا وإحسانا وفي الختام صلاة الله دائمة على الرسول الذي قد فاق عدنانا صلى الله عليه وسلم. طيب على سنة المتقنين الأقدمين صار فائزنا الأول فالعلاقة وطيدة جدا بين الأدب والعلم والعلماء الكبار توكأوا على ذلك الركن المشيد فبهجة المجالس وأنس المجالس لابن عبد البر والإفادات والإنشادات لأبي إسحاق الشاطبي وروضة المحبين ونزهة المشتاقين لابن القيم خير شاهد على ذلك إلى الفائز الثاني محمد الأمين عبيد المامي لإلقاء أخير فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني باسمي وباسم كافة المشاركين في مسابقة جائزة رئيس الجمهورية لحفظ وفهم المتون المحضرية وباسم من سيشارك فيها في الأعوام القادمة بحول الله عرفانا منا بالجميل ومن باب نسبة الفضل إلى ذويه ولأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله أشكر فخامتكم ومن خلالكم معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي السيد الداه ولد سيدي ولد عمر طالب على استحداث هذه الجائزة التي ساهمت في إحياء ونشر العلوم الشرعية واللغوية التي تمثل مرجعية علمية للشناقطة فأشكركم فخامة رئيس الجمهورية نثرا وأشكركم شعرا فأقول يا باذر الخير والإحسان في الناس
انزل على الرحب فوق العين والرأس. يا بادر الخير والإحسان في الناس، انزل على الرحب فوق العين والرأس. يا قائد الشعب للعليا، يشيعه رأي سديد وعزم ثابت الرأس. انزل على الرحب لا حزن ولا كدر، انزل على الرحب في أنس وإناس. عرائس الشعر، عرائس الشعر تبجيلا وتكرمة، يزفها نحوكم حدسي وإحساسي. ليهنك الدين، ليهنك الدين مزهوا بطلعتكم، قد احتفى بكم يا شامخ الراس. شكرا شكرا فخامتكم، أنشئت جائزة تحيي وتنشر علم الشرع في الناس. أحييت أحييت ما قد رواه الأصبحي وما روته عائشة أو نجل عباس. أحييت ما قد رواه الأصبحي وما روته عائشة أو نجل عباس. أحييت ما قد نحى أعلام أندلس وما نحوه ببغداد وفي فاس. أدرت للناس، أدرت للناس كأس العلم مترعة، وقلت هيا اشربوا من مترع الكاس. أدرت للناس، أدرت للناس كأس العلم مترعة، وقلت هيا اشربوا من مترع الكاس. يا نجل غزواني، من طابت أرومته، من كنت للمعتفين الطاعم الكاس. نماك للمجد، نماك للمجد، آباء لكم نجب كانوا لنا في الدياجي خير الإبراس. بيت الولاية، بيت العلم، سنتهم عضوا عليها بأنياب وأضراس. بيت الولاية، بيت العلم، سنتهم عضوا عليها بأنياب وأضراس. أحييت للشعب ما شادت أوائله، إذ وطدوا المجد آساساً بآساس. كأن جرول في بيت له حسن، يعنيكم أنتم لا آل شماس. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرض بين الله والناس. والسلام عليكم ورحمة الله. يا سلام. طيب، هؤلاء الفائزون تراجمهم موجودة عندكم في نشرية خاصة، وستعلمون حين تنظرون أنهم بالفعل علماء وأقحاح، وأنهم وائموا فعلاً بين العلم والأدب والفتوة، فكانوا بدوراً يحق لنا ويشرفنا أن نحتفي بهم اليوم تحت قيادتكم فخامة الرئيس. من تحت خيمة من الوبر في آفطوط، خرج محمد محمود للتلاميذ ليخاطبنا من باريس سنة 1898 أواخر القرن التاسع عشر، وهو مبعوث من الباب العالي بعد أن مر بالأندلس بإسبانيا، وهو في باريس: ما ليل صول ولا ليل التمام معا كليل باريس أو ليلي بأندلسي. متوجها إلى لندن لتتبع كنوز التراث، ومستقبلاً من قبل سفراء الباب العالي. الآن إلى كلمة هيئة العلماء الموريتانيين مع الأمين العام للهيئة العلامة الشيخ الصالح، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم، صاحب الفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، صاحب المعالي الوزير الأول السيد رئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية، أصحاب المعالي الوزراء، أصحاب السماحة والفضيلة العلماء، أصحاب السعادة السفراء، أصحاب السيادة رؤساء القطاعات الإدارية والعسكرية والأمنية، أيها الجمع الكريم من الأكابر والفضليات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد، إننا اليوم في نشاط خاص يتصل فيه الحاضر بالماضي، ويذكر فيه الحال بماضٍ مجيد، ويبشر بمستقبل واعد،
لبلد يقوده نظام يتحلى بالمسؤولية والحكمة، ويهتم بالقيم، ويشجع على اكتساب العلم، ويعترف بالفضل لسلف هذه البلاد، ويرد الجميل بتكريم نخبة من خلفهم فازوا في مسابقة حفظ وفهم المتون العلمية في نسختها الثانية، ليواصلوا دور سفراء بلاد العلم والشعر والمروءة والقيم والعطاء. أيها الجمع المبارك، لقد من الله على أهل هذه البلاد بالإسلام وجمعهم به، وخصهم بمحاضر شكلت مراكز علمية بدوية تميزت بحسن مناهجها وتميز مخرجاتها وتفوق خريجها على غيرهم في جميع المحافل، لما حباهم الله به من خير، من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. كما ظلت المحضرة الموريتانية جامعة الأصالة والتميز مصدر فخر لهذه البلاد، لجمعها بين الحفظ الموسوعي والفهم الوقاد، وخلد تلامذتها رمزيتها في المحيط الإقليمي والإسلامي، فكانوا موضع تقدير وإجلال من طرف علماء وحكام وشعوب العالم. صاحب الفخامة، إن تبنيكم لهذه الجائزة التي تحقق العديد من الأهداف وتبعث روح التنافس العلمي الذي يكون العلماء بأقل جهد، وتحارب الغلو والتطرف، وتسهم في تعزيز وحماية وحدة البلد وتقوية النظام الناظم العقدي والسلوكي، وتعيد ألق المحضرة الموريتانية وتحيي دورها، أمر لا ينسى لكم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. أيها الجمع الكريم، لا يسعنا بعد الثناء على الله تعالى وشكره إلا أن نشكر رئيس الجمهورية على عنايته بالعلم والعلماء وجعل القطاع الإسلامي من القطاعات السيادية في الدولة، كما ننوه بالدور المتميز للوزير الوصي في تنظيم المسابقة وحسن تعاطيه مع العلماء. أمن الله البلد من كل سوء، ومن على بلدنا بالأمن والعافية والتقدم والازدهار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. كانت الهيئة سنداً قوياً للوزارة في هذه المسابقة، وكان مصحح هذه المسابقة من أركان هيئة العلماء الكبار، الذين وصلني قبل قليل وصلتني أبيات لأحد أعمدتهم الكبار، وهو العلامة والفتى محمد البتار لطلبه، يقول: تخط على رق العلا والعلا تملي أنامل صدق لا تخط على الرمل، ألا إنه يوم. طبعا هذا العنوان في مشهد التكريم. تخط على رق العلا والعلا تملي أنامل صدق لا تخط على الرمل، ألا إنه يوم من الدهر ملتقى لما بعده يقضى وما كان من قبلي، وحق على الأجيال طال انتظاره تكف يد الأيام عنه يد العدل، وعهد به تحيا من المجد سنة وتنتظم العلياء شملا على شملي، أقام بمعناه الرئيس محمد نظاما من الإنصاف والعدل والنبل، تؤدي به شنقيط أسنى تحية لأهل وتثني بالجميل على المثل، وللأصل في التعليم عود ولم يعد سنى أمة حتى تعود إلى الأصل، ويبدو لأهل الفضل فضل ولم يكن ليعرف أهل الفضل إلا أولو الفضل، ويبدو لأهل الفضل فضل ولم يكن ليعرف أهل الفضل إلا أولو الفضل، هنيئا بهذا اليوم للشعب كله وللقطر والتاريخ والعقل والنقل. الآن إلى كلمة صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الداهو السيدي ولي العمر طالب، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني، معالي الوزير الأول، السيد رئيس الجمعية الوطنية، السيد زعيم المعارضة الديمقراطية، أصحاب المعالي الوزراء
أصحاب السعادة السفراء، فضيلة الأمين العام لهيئة العلماء الموريتانيين، أصحاب الفضيلة العلماء، السادة المثقفون، أصحاب الفكر والقلم، أيها الجمع الكريم، إنه لمن السوانح الرائقات أن يتجدد هذا اللقاء بكم في هذا اليوم المبارك الذي يشهد الاحتفاء بحملة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. فخامة رئيس الجمهورية، إن اهتمامكم البالغ بالوفاء بالتعهدات التي جعلتموها ميثاقاً بينكم وبين الشعب الموريتاني كان جلياً وبارزاً من أول يوم، فكانت أوامركم عازمة وحازمة لم تفت فيها الظروف القاهرة التي تعرضت لها البلاد في سياق عالمي ضمن أزمة كوفيد، حيث ظلت إرادتكم الصادقة التي تتحدى عاتيات الصعاب بسكينة لا ضجيج فيها ولا صخب، سندا قويا بعد الله تعالى لنا في قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم العصري الذي قطع خطوات متقدمة في الوفاء بالتعهدات المتعلقة به. لقد تعهدتم في برنامجكم الانتخابي على وجه الخصوص بتعزيز ودعم المحاضر، وكان للوفاء بهذا التعهد روافد عديدة، من ضمنها هذه الجائزة الفريدة من نوعها في العالم الإسلامي بشهادة كبار العلماء داخلياً وخارجياً، وهي الجائزة التي تتشرف اليوم بترأسكم لحفل توزيع جوائز نسختها الثانية. صاحب الفخامة، لا شك أن المحضرة الموريتانية التي هي صانعة مجد هذه الربوع ورافعة ذكرها بين العالمين قد أسدت بعلومها الجمة وقيمها السمحة لجميع الأمة جيلاً بعد جيل وخلفاً بعد سلف، إحسانها الوافر وعطاءها الزاخر، لكنكم بإنشاء هذه الجائزة المباركة تعاملتم مع المحضرة بمقتضى قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لكنكم بإنشاء هذه الجائزة المباركة تعاملتم مع المحضرة بمقتضى قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فترنمت إشادة وإنشاداً: يا أيها المحسن المشكور من جهتي والشكر من قبل الإحسان لا قبلي، ناديت مجدك في شعري وقد صدرا، يا غير منتحل في غير منتحلي، لأن حلمك حلم لا تكلفه، ليس التكحل في العينين كالكحل. إن هذه الجائزة تشكل وفاءً لإرث علمي تاريخي مجيد لهذه البلاد، وعملاً على استمرار العطاء المحضري الفريد، وإكباراً لأهل العلم وتحفيزاً لطلابه، واحتضاناً لقرائحهم وهممهم العالية، ويفوق ذلك تشكل حفاظاً على بيضة الإسلام الذي تضرر كثيراً من تصدر غير المؤهلين لمنابر الفتوى والإرشاد، فتصدر هؤلاء هو أول شرارة للانحراف الفكري والغلو وإشاعة الفتن والتضليل. والعمل في هذا السياق يدخل في إطار تعهدكم التأطير الذي قلتم فيه بالحرف: إن الدفاع عن شريعتنا الغراء وقيمها السمحة الحقة التي يطبعها التسامح سيبقى المبدأ المحرك الذي يوجه مجمل نشاطي، ولن أقبل أي انتهاك لهذه القيم، كما سأرفض في الوقت ذاته أي توظيف منحرف لديننا الذي يشكل العروة الوثقاء الضامنة لوحدتنا الوطنية. انتهى الاستشهاد. صاحب الفخامة، إن هذه الجائزة استطاعت أن تفرز من خلال مسابقتها العلمية الكبرى علماء شباب المتمكنين نحتاج علمهم وفهمهم وسعة وفقهم وانتصابهم قدوة علمية ملهمة لأجيال اليوم، وحصنا منيعا أمام عواصف التطرف والانحراف الفكري المتولد من العاطفة الدينية غير المتفقهة. فهؤلاء الفائزون يمثلون بحق وبشهادة كوكبة من كبار العلماء أشرفت على التصحيح بكل نزاهة وشفافية مخرجات المحضرة الشنقيطية ذات الأفق الرحب والفنون المتشعبة التي فيها تجمع سيبويه ويوسف والكاتبي والأشعري وأشبه.
سيدي رئيس الجمهورية، إنه لمن دواعي الغبطة والسرور حقا مبادرتكم الكريمة ضمن هذا الحفل بتوشيح شخصية علمية كبيرة جمعت بين الأصالة والمعاصرة ومزجتهما مزاجا ينبئ عن عبقرية فذة ستبقى مصدر إلهام فريد في هذه الربوع. إنها شخصية العلامة الدكتور محمد المختار والباه الابن البار للمحضرة الشنقيطية التي تشبع من علومها ونهل قبل أن ينال على الشهادات من أرقى الجامعات الدولية، وهو الكاتب والمؤلف الذي أتحف المكتبات الإسلامية والعالمية بروائع الكتب وترجم معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية ترجمة اعتبرت من روائع الترجمات، وكانت له بصماته الخالدة على مختلف مناحي الخدمة الوطنية. فهنيئاً لكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه اللفتة الكريمة، وهنيئاً للدكتور محمد المختار واللباه بهذا التوشيح المستحق، وهنيئاً للفائزين العلماء الشباب بهذا التألق والتفوق، وهنيئاً لنا جميعاً وللوطن بهذا المشهد الذي يبعث الشعور بالفخر والاعتزاز الوطني. وفي الأخير يختم بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم القائل: من يرد الله به خيراً يفقه في الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشار فخامته معالي الوزير بالدور الذي بذله فخامة الرئيس في سبيل رفع منزلة هذه البلاد من خلال هذه المسابقة الفريدة. وبالنسبة للتعهدات المتعلقة بالقطاع، من تعهدات فخامة رئيس الجمهورية لديكم جميعاً، لدى كل واحد منكم في حقيبة خاصة مرصد عام لمستوى تنفيذ قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي لتلك التعهدات تحديث أبريل الماضي، وقد لله الحمد حدث تقدم بعد هذا التاريخ، سواء فيما يتعلق ببدء مشوار التكويني تكوين الأئمة والعلماء الذي هو من ضمن تعهدات فخامة الرئيس، أو سواء كان في التعهدات التفصيلية أو في التعهد التأطيري لفخامة الرئيس بإنشاء دار المصحف الشريف التي بدأت بشكل متميز تأخذ دورها. الآن إلى العلامة المفضال، إلى هذا التوشيح الذي قرر فخامة رئيس الجمهورية أن يمنحه اليوم لعلامتنا المفضال، إلى أحد فتيان هذه البلاد. ولمن لا يعلم، فالدكتور محمد المختار اللباه ليس عالماً شرعياً فقط، بل هو كاتب متميز أتحف المكتبات الإسلامية بنوادر الكتب، سواء في جميع مناحي العلم من أدب وفقه ونحو وتأريخ، والقارئ لمذكراته رحلة مع الحياة التي صدرت أخيراً يدرك فعلاً ذلك. وهو بالإضافة إلى ذلك ملاح ماهر، فقد كان يقود طائرته بنفسه، وكما قال صاحب المعالي فهو أيضاً ممن خدموا هذه البلاد خدمة نادرة في مختلف القطاعات. فالآن إلى توشيحه، قرر فخامة الرئيس أن يوشحه بوسام كوماندور في نظام الاستحقاق الوطني، فليتفضل فضيلة الدكتور. طيب، إذن بعد توزيع الجوائز، طيب إذن الآن ندعو الفائز الثالث حامد حامد علي يسلمه جائزته معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، فليتفضل.
إلى الفائز الثاني محمد الأمين عبيد المامي، يسلمه الجائزة معالي الوزير الأول السيد محمد والبلال، فليتفضل. إلى الفائز الأول سيد أحمد محمد البيباء، وليتفضل يسلمه الجائزة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني. والآن إلى توشيح العلامة المفضال الدكتور محمد المختار اللباه، يوشحه فخامة رئيس الجمهورية بوسام كوماندور في نظام الاستحقاق الوطني، فليتفضل. الجد بالجد والحرمان بالكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. بهذا التوشيح الذي يشكل عرفانا بالجميل مع فخامة رئيس الجمهورية، كان بسمة في التاريخ الوطني وفيه ينتهي الحفل، وقد تم اختتام الحفل بهذا الاختتام المميز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.